صعبة لن يتوج وأن يكون صاحب الازدواجية. وفريق اسم الرابطة البيضاوية بالتاريخ العريق يبحث لإضافة يعني اللقب رقم 25 بين البطولة والكأس، اللقب رقم 13 على مستوى البطولة الوطنية بعد 12 لقب حصل عليه بكل تأكيد. طبعا أذكر على أنه مباراة اليوم تأتي لتكون مباراة لتتويج موسم كامل، موسم نتمنى أن نشاهد من خلاله مجموعة من الإيجابيات. تعود من جديد لقروش، شارلي ممتاز، التمرير الجناح الان، تسجيل صلاح الدين لوكيلي يسجل. نهضه بركان كينطلقوا بقوه في هذه المواجهه، كيسجلوا اهداف متتاليه 4-1 النهضه البركانيه. الان محاوله عن طريق شارلي، امكانيات الان، امكانيه للتسجيل هذا الحمله. طبعا قروش الان، سمير تعود لشارلي، شارلي فرصه، محاوله الجناح، هدف يسجل عن طريق الوكيلي. الوكيلي يتمكن من تسجيل هدف اخر، وبالتالي نصل ل 17 مقابل. الان محاوله عن طريق شارلي، امكانيات الان، امكانيه للتسجيل هذا الحمله. طبعا قروش الان، سمير تعود لشارلي، شارلي فرصه، محاوله الجناح، هدف يسجل عن طريق الوكيلي. الوكيلي يتمكن من تسجيل هدف اخر، وبالتالي نصل ل 17 مقابل. كترجع من جديد لصالح فريق نهضة بركان، محاولة الآن عن طريق نفس اللاعب لوكيلي يسجل لوب، تقنية ممتازة وهي رفع الكرة عن الحارس بواحد الطريقة جميلة، بواحد الطريقة جميلة اللي خلاتنا أننا نشاهدوا هدف جميل. 17 مقابل 17 حسب ما تابعنا للهجومات، متابعة يعني الدقيقة لكل ما يحدث على مستوى تحية الملعب. تراقت أطوار هذه الجولة وهي الجولة الثانية. شاهدونا محاولة من جانب فريق نهضة بركانية، لوكيلي الممتاز بشكل جميل بفنية لصالح فريق الرابطة، فريق سلام والكرة تضيع آخر المطاف. هناك تغطية ماذا يقول الحكم لصالح فريق النهضة البركانية. بسرعة تسير لوكيلي، يستلم الكرة، هدف ممتاز بتقنية اللوب، هدف ممتاز بتقنية اللوب، أي رفع الكرة على الحارس. تمكن لوكيلي من الاستلام بشكل سليم ووضع الكرة بشكل ممتع وسليم. أيضا 5 أهداف كفارق، شاهدوا بشكل جميل بتأني وببطء يتمكن من تسجيل هذا الهدف. دقيقة على بداية الجولة الثانية، نسير بإيقاع بين الفينة والأخرى سريع. ترى يعني عادي حاول الهدف رقم 30، الهدف التتويج تسييرا أداء لاعبا، كل مساهم كل حاضر حاول، والهدف رقم 41. الرابطة يتأخر. نقترب من القول مبروك لفريق نهضة بركان، واحد موفق لفريق الرابطة البيضاوية في قادم المنافسات.